الخير معاك دكتور ويك. بقالي فترة بدور على حاجة تالنتد وشخص تالنتد وموهوب، بس يمكن مش مسلط عليه الضوء قوي. نوبي بدأ من 2019 ان هو يعمل باتل راب او زي ما بيقولوا فري ستايل في الشارع المصري. في زي كده كوميونيتي صغيرة او مجموعات من الشباب بيتجمعوا وبيعملوا فري ستايل راب باتل. اكبر مخاوفي ان ابقى محاط بناس بتعطلني، دي اكثر حاجة ممكن ترعبني. يعني دايما بحس ان انت محتاج تبقى محاط بناس الطاقة بتاعتها حلوة وفي نفس الوقت بيعملوا حاجة، يعني فمش قاعدين على القهوة. نوبي كان بيقضي معظم وقته قبل ما يشتهر وقبل ما يبدأ يكون على البلاتفورم بتاعت السوشيال ميديا بشكل عام، انه يكون في غرفته في اوضته بيكتب بيسمع البيتس، بيحاول ان هو المزيكا تكون هي كل حاجة في حياته. من اكتر احلامه اللي نفسه ينفذها ان هو يتشهر ويكون ليه اسم كبير في مصر. انا سمعت لنوبي اغاني كتير مؤخرا، بس اخر اغنية دوراج اللي انا سمعتها هي اللي شدت انتباهي جدا، وضحت لي قد ايه الشاب ده ممكن يكون ثريت او تهديد كبير لكل الام سيز والرابرز اللي في مصر. نوبي كرابر مش جاي يهزر، نوبي كرابر مش جاي ان هو يكتب بس ان هو نوبي او يقول ان هو اسمه نوبي، لا هو هي ريبريزنتس اسوان، وهي ريبريزنتس واحد عنده بارات قاتله وشرسه جدا وهو لسه صغير ولسه raw material، يعني مادة خام. أبالك بقى لما نوبي فعلا يتعمل له polish وتلميع ويبقى قد باراته 100%. بس هنسمع النهاردة الأغنية اللي أول ما سمعتها الكلمة اللي جت دماغي الشاب ده خطر كبير على أكبر رابرز في مصر. اللي شددني في نوبي إن هو يعتبر من البلاد لاين الجديد للرابرز اللي في مصر. جيتش فريب ومهس توك شو هجيب دب لو دول افران هتزم معلش كانش براتي البيت على الوش بلما طير اسيب خد سنتش ومن زمان خد رجله البيتش كان الجاك كيبريك لابس دراج املت. طبعا دراج اللي هو لابسه في راسه لابس دراج املت. انا قاعد مريح وقاعد ومبسوط وقاعد مش فارق معي اي حاجة، بس اللي عجبني طريقة سرده للالفاظ والكلمات، يقولها بطريقة كأن هو بينكشك بالكلام، بس هو ما بيقولش مامبلينج، هو بيقول كلام واضح وصريح جدا. كتش فراب قوم فز، قوم من مكانك، تلوكش روح جيب تبن، لا دو طلعوا فران روح هتسم، ما كتش براد دي البت. طريقة نمط ان هو يربط الالفاظ الانجليزي، ما كتش براد دي البت، هو يقصد انها براد بيت، بس هو ما يقصدش براد بيت، يقصد البت اللي هي البنت. بيعبر البارات اللي بيحطها مع بعض وان هو يكتبها مديه سخريه ومديه نمط هجومي. عجباني البيت جدا، هي مديه ديب جيل فايب، وطبقه صوته مش عميقه، طبقه صوته لسه جديده او لسه صغيره، يعني ده لما يوصل لل 30 صوته هيبقى حلو قوي لو استمر في الكارير بتاعه، ولازم يستمر في الكارير بتاعه. كان الجاك كيبريك لابس دراج املت لابس دراج املت بس بدي ده مش كلام عني مش كلام عني لابس دراج املت لابس دراج املت بدي مش كلام عني حبيبي ده مش كلام على النت، انا لابس دراج املت. بعد كذا اغنية من الناس سمعتهم ليه ما تشددش انتباهي اكتر من الاغنية دي، لانه واضح انه حط كل تركيزه في اغنية زي دي، لان هي مدية فعلا الجانر اللي هو مركز فيها وبيحبها قوي، لان هو من اكبر فانز لتوباك وامينام وبيجي سمولز والناس القديمة الليجندري. اللي ناقصه الحاجة الوحيدة اللي مش محتاج يشتغل عليها النولج والمعلومات والثقافة والتاريخ عشان يعرف يدمجهم زي ما دمج براد مع بيت. تعالوا نشوف الفيرس التاني. نجم معتبر يا عبتول في المختبرة واخدنا احنا درجة وانتو ماشيينها بالبركة لحزني ليه تقال كنتش نفس الفورمة وكتبت شاب بقى في جيبي هتال. نجم معتبر يا، يا طبعا باللهجة المصرية يا ولد او يا ابني او يا كذا، انتو ماشيينها بالبركة احنا ماشيينها بالرتب، مهزنيش اي حاجة من اللي اتقالت ومتفرقش معايا اي حاجة من اللي اتقالت، مش فارق معاه اللي بيتقال عليه، مش فارق معاه الناس اللي بتقوله، كل اللي فارق معاه ان يكون عنده هتات اكتر ويكون عنده ميوزك اكتر، كتالوج اكبر واكبر عشان يفرض صيته وسيطرته في السين. ما تنساش ان الاغنية دي اغنية دراج بيفرض فيها سيطرته وبيستعرض فيها مهاراته كليريكال رابر، يعرض افكاره وبراته وشطارته في القاء البارات. دي مهمة دراج. تحكيش في جديد عشان كله متساق يا مجالي فليكسات زودت لهم كم صفحة قلتهم في بال ومن سوري شبعان في حالي راضي بالاسم ازيك متنع.
نوبي هو بيعمل اغنيه دراج الهدف الاساسي منها ان هو يفرض ويستعرض عضلاته في البارات، ان هو يوضح للناس قد ايه هو شاطر وتالنتد وموهوب بسرد الالفاظ بطريقه ما اتسمعتش قبل كده. بيأكد وبيقول ان هو اللي يهمني ان انا احط الاصفار جنب بعض والفلوس جنب بعض واحطهم في الباي بال، لا بيهمني هتات ولا بيهمني لايكس ولا فيوز. يقولك قد ايه ان هو فعلا عايش حياة الرابر او الهيب هوب ارتست، ده واضح في البيت، واضح كفيور انا شايف المنظر والتسجيل الحلو واللون الجميل الافريقي النوبي لايق عليه جدا لو كمل على النهج اللي هو فيه. قائل عنكو ده عندن فيه كشفان في البيت فبعتنا نجيب كشفان في الكون وبلع بيه كل داس يحصري كنت فاكرك دي ماليش انا في شغل الريسايكل لسه مخبيلي كمش شايق حيا في جيبي شوكة بوسايدن بصير اخزها في عينك وريب لسه معبي ماليش انا في شغل الريسايكل لسه مخلي معايا كم شيء شايق معايا في جيبي شوكة ومسيري هغزها في عينك قريب. يحاول يوصل لي صورة بشعة شوية بس هو في الاخر ما بيرسم ليش الصورة دي ان هو فعليا هيعمل كده، بس بيقولك قدي ان هو شاطر في رصد البارات مع بعض. بص قدي نسمعها مرة تانية. انا وبلع بي كل داس يحصري كنت فاكرك دي ماليش انا في شغل الريسايكل لسه مخبيلي كمش شايق حيا في جيبي شوكة بوسايدن بصير اخزها في عينك قريب لسه معبي كتير لو جبته جاس خط النص تيل زي جندو جان يابا صعيد سنين ومسكت كاش مجال اللي انا معدي فيه والنبرة خام. بص زي يقلب الفلو من الواحد للتاني للتالت، تلات فلوهات مختلفة بتلات أشكال مختلفة كلهم شاطر فيهم ومتابع البيت مش سايبها، هو اللي سايق البيت. دي حاجة هو بيتمرن عليها لسه هو شاطر فيها، بس ممكن يبقى أشطر وأقوى وأسرع من كده. تعالوا نبدأ من الفلو الأول وبعد كده نشوف قلبه إزاي. يا حصري كنت فاكرك دي ماليش انا في شغل الريسايكل لسه مخبيلي كمش شايق حيا في جيبي شوكة بوسايدن بصير اخزها في عينك قريب لسه معبي كتير لو جبته جاس خط النص تيل زي جندو جان يابا صعيد سنين ومسكت كاش مجال اللي انا معدي فيه والنبرة خام. جاتش فراب قوم هس تلوك الشروح جيب تب لو دولا فران هتسم معلش كاتش براد دي البيت على الوش قبل ما اطير اسيب خده سنتش ومن زمان انا لما اطير اسيب ختم. كلمة حلوة بيفرض ويستعرض بيها عضلاته زي ما قلت. مين خد رجله البتش كان الجاك جيب رجلي لابس درواج عملي لابس درواج عملي تسميلي ده مش كلام عني مش كلام عني لابس درواج عملي لابس درواج عملي تسميلي مش كلام عني. بعد كده هنا النوبي دايما متعود في معظم اغانيه او في اغاني كتير ليه ان هو يفصل او يعمل انترميشن، ان هو يفصل شويه المشاهد او المستمع ان هو ياخده في عالم تاني بعيد عن الريتم اللي هو كان فيه وبعد كده يرجع بيه مره تانيه للاوريجينال او الاغنيه الاصليه. تعالوا نشوف فصل ازاي. بص طبيعته قد ايه، شاب صغير شاب منطلق عادي واقف في مصر لابس اللي لابسه، مفيش حاجة يعني تنمر او ان هو يكون متعالي، واقف عادي مولع سيجارة على الكورنر مع اصحابه ودخل اغنية حلوة كده فايب بلوز قديمة بيديلك فايب او مود ان هو راجل فاهم وعارف المزيكا بكل انواعها، عشان كده حط الجاز او حط البلوز دي في النص. نوبي بيتعامل بطريقة سهلة جدا مع الناس طبيعية وضحك وانبساط، بس لما حب يرجع المشاهد على الأغنية الأصلية رجعها بتيمبو أعلى معناها إن في أوفنس أو في هجاء أقوى هيحصل. غريب ان كل ده صدفه بقالي سنين في السين قد كام نسخه شفت ناس بتدي في الكربه شفت ناس بتبيع عشان الفرصه كنت سرحان في اللي جاي بكره حتى وقتي يومي كله كان ليه الشغل جيبي فاضي فقدان ولا لايقك حالي ترمس الباب لما جالي جمله. اشرح لي بسرعه بقى لما خدني على الليفل الثاني بعد ما خدني على الفاصل رجعني على مستوى الاعلى، يشرح لي حالته كانت ايه، ما كانش في جيبي ولا مليم، وغريب ان انا كنت بشوف ناس بتمشي بالكربة وناس بتبيع ومحدش بيشتريني، كل اصحابي اللي حواليا كانوا بيبيعوني، فحط كل ده في فيرس بس رفعه للمستوى الاعلى عشان يعرض لك اللي عنده المنتج بتاعه اللي هو باراته القاتلة القوية جدا اللي انا ما سمعتش زيها من ناس كتير في مصر. هي جمله لو اقولها مهما تبعد مسافات انا طولها هات لي كل اللي مسيز ده انا كلها مهما هتديب سيرانولا فاكر لسه هامل باتي قالوا انه بسافر من خده ساتر ابو نبحه لما لقوا انه بسابق وانا كنت على الله ابيض ومش فاهم كله ماشي هدم فاق ولا هيفكر اتصل لك بصف سنين هاجي اجيبه لمسه كتاف مش فاضي لك عندها اهداف.
دي علامة من علامات نوبي لاحظتها في كذا اغنية قبل كده، حتى في السايفر اللي عمله مع بيج هاس قلب الفلو بالطريقة دي كأنه من امريكا مش فلو عربي خالص، بس رفع التيمبو وغير الفلو مرتين. ابدأ تاني واسمع. كل ده صدفة بالسنين في السين عند كام نسخة، شفت ناس بتدي تفك الكربة، شفت ناس بتدي عشان الفرص، كنت يا سرحان في اللي جاي بكرة، حتى وقت يومي كله كان ليه الشغل. وتلاحظ انه ماشي مع البيت، هو اللي سايقها على قد ما يقدر برغم من كتر الليركس وكتر الكلام اللي هو محتاج يقول، بس ضغطه كله مع الليركس بخلي المشاهد او المستمع ما يفقدش التركيز، وفي نفس الوقت هو بيعمل كل ده قلب الفلو. جيبي فاضي فقدان ولا لايقك حالي تربس الباب لما جالي جملة، هي جملة لو اقولها مهما تبعد مسافات انا طولها، هاتلي كل اللي مسيز دي انا كلها مهما هتديم سيرانولا، فاكر السهام الباتي قالوا انه بسافر من اخده ساتر او نبحه لما لقوا انه بسابق، وانا كنت على الله ابيض ومش فاهم كله ماشي هدم فاق، ولا هيفكر اطلع لك بصف سنين هاجي اجيبه لمسة كتاف مش فاضلك عند اهداف، جيتش فراب قوم هز طلق الشو هجيب تبي لو دول فران هتسم، معلش كان شباب دي البيت على الوش قبل ما اطير اسيب خدمه سبيتش، من زمان خد رجله البيتش كان الجاي تجيب رجل. مايك السمعية، نوفو، محمود فاروق. نوبي شاب موهوب جدا، ونوبي قدامه مستقبل قوي ومستقبل طويل ومشوار طويل لازم يمشي فيه، وفعلا هو يستاهل كل التقدير وكل تشجيع، عشان كده انا اخترت الاغنية دي ان انا اوريها لكم. يمكن بعضكم ما سمعش عنه بس كان لازم اسلط الضوء عليه لانه الشاب ده هيعمل مشكلة كبيرة قدام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم الحلقة الجاية.